ياك ناديه مشات الروتين ديالها يومين دابا ولا مع 3 ايام، علاش علال مازال خارج ومازال كتنقع على الدريه هذه ومازال كتنقع على كاع ولاد مي ايام وكتنقع على سعيد ولاد مي نعيم البدويه؟ كتقول لي دير ترازا دير نضادار حتى اللي كدير نضادار حدا هذه بزاف ديال الامور. اخوان تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا لكم بزاف على التفاعل ديالكم على اللايكات ديالكم المسانده ديالكم مع اخوكم مول السلوقي. مرحبا بالناس ديال الناديه ومرحبا بالناس ديال ولد مي نعيم البدويه، مرحبا بجميع المتتبعين في المكان. انا اليوم جيت نجاوب علال على ناديه وعلى ولد مي نعيم البدويه. علال مازال زايد فيه، مازال خارج اليوم في اللايف هو علال مالف كيفتح اللايف حتى الجوج ثلاثة ديال الليل، واليوم راه فتح اللايف بكري وخارج كيقول على سعيد ولد مي نعيم البدوية بلا انت دير ديك التويريزا وكدير النضادر في الليل، انت حول، انت عينك دايرين، انت هادي. داز تاني عند ناديه كتقول ليها انتوما عوجين، انتوما وجهكم كيشوفوهوك، انتوما عندكم فم هنا، انتوما دايرين، انتوما هادي. قال لك الجمل كيشوف غير دروة صاحبه، دروتو ناسيها. وكتقول لسعيد بالله لفتت تلاقيت انا وياك نشنوق عليك ويهزونا من تما. جي شنوق عليا انا، جي شنوق عليا انا. واش انت علال مكلخ ولا مريض ولا ضاربه ولا ضارباك سي سيطيه ولا ضارباك شي جايحه ولا فهمتي الموري ديالك داير ولا ما حنا باقيين حل لحد الان حنا ما فهمناكش؟ حيت انت علال حنا عرفنا بلا المحتوى ديالك هو هذاك، تضرب في هذا ولا تضرب في هذا ولا الناديه ولا كذا ولا هذا ولا ولد، المهم هذا هو المحتوى ديالك. ناديه الشريف علال مشات قابل الروتيني ديالها ومشات قابل الطياب ديالها اللي مولفه المحتوى ديالها الاصيلي، المحتوى ديالها اللي مولفه به راه مشات طيب مع راسها. علاش باقي تابعها؟ علاش باقي تابعها علال؟ ها؟ وكتقول بالله هاد القنوات اللي طاح في يدهم كينودو كيدقدقوه. ايوا بحالك انت، بحالك انت، لا ما خاصكش غير الدقديق، بحالك انت انا ما خاصكش غير الدقديق علال، فهمتي؟ علاش؟ حيت ما كتحشمش على العرض ديالك ومازال عطيناك شويه، عطيناك غير شويه من شويه. احنا كيما كنقولوا لصحاب القنوات شحال شحال نهار يومين وقيله يومين عطيناك من المنقي خيارو، كيما كتقول نتا علال يومين عطيناك من المنقي خيارو. سمعتي؟ حيت انت مولف بالخيار. سمعتيني مزيان ولا ما سمعتينيش؟ وانا هو انا مول السلوقي هو اللي غادي 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 تهرب من اليوتيوب علال على قبلي انا. انا هو اللي غادي نخويك من اليوتيوب. ها انا مول السلوقي، سمعتيني ادوي؟ مالك على هذه الحاله؟ واش انت في اوروبا وحنا كتشوف فينا باغيين نمشيو لاوروبا ونخدمو على روسنا ونديرو، وانت صاحبي اللي 20 عام وانت حارق وباقي زايد فيه غادي في 40 عام وفي عمرك 50 عام ومازال ما باغي ما بغيتيش تحشم على العرض ديالك؟ علال بيني وبينك نادي لا قد بنتك، ناديه قد بنتك ولا مع 30 عام، انت علال لا 50 راه قد بنتك هذيك، نتحداك راه قد بنتك هذيك. فهمتيني مزيان ولا ما فهمتينيش؟ فهمتي؟ راه هي ناديه هي تكون بت، كون ما تكون بتش نهار الاول ما ديرش فيك راسها، ما ديرش راسها في بوز بال بحالك،
لا عندي نهار الاول تكون بات مو بحالك انت اخنشه ديال الخلا بعره ولابسه الحوايج اش حدير بيك اش حدير بيك راه ناديه مسكينه كيما كنقولوا عندها واحد النيه فهمتي جيتي بواحد الطريقه ديالك ديال الشياطين وديال الابليس ايو دخلتي عند ديك الدار ديال مويامنه وتا هما ولاد الخير رحبوا بيك ولكن انت علال ما صدقتيش وماش يكون غير ما صدقتيش صدقتي مدي فلوس صدقتي كيتخلصوا عليك البطيلات كيتخلصوا عليك لابيسينات كتمشي للروكوموند كتضرب المكانه المخيره كتخلص عليك الليسانس ديال الطوموبيل كيتخلص شي حاجه وقعت للطوموبيل كتخلص ايوا كون بقيتي مطول معاها راه ممكن تشري منها الطوموبيل تا هي وانا كنتحدى ناديه كنتحداك ناديه كون بقيتي مع علال غير واحد العامين اخرى ولا ثلاثه غادي تاخذ الطوموبيل على ظهرك قول لي فين قال لي مول سلوكي هناك الله دار لك الله تاويل ديال الخير من شطابة من جريحة من مصيبة مصيبة نادية سمعتيني نادية ومصيبة مصيبة شريك علال مصيبة وجيحة وحارة معت اين حارة جاي منها اكبر جوع على الكره الارضيه اكبر جيعان على الكره الارضيه هو داك علال ومازال ما بغيتيش تحشم على العرض ديالك وهاد المره الا فاتنا هادو القنوات قنوات راه ديما مع ناديه لا باش نديرها لك في الطاندو ديال راسك علال القنوات راه مع ناديه ما كيتفرقوش انت اللي خارج علال كتقول راه اليوم راه معاك وغدا راه غادي يخرجوا يضربوا فيك لا شريف حنا مع نادية الى الابد بزاف ديال القنوات كاينين واحد 40 قناه ولا ما يزيد عليها حيت حنا عارفين نادية بلا مصداقيه ما عندك ما تقول لي ولا نقول لك تيني مزيان باش نديرك في الطان ديال راسك ولا ما جمعتيش راسك انا كنتحداك تفتح اللايفات في القناه الاولى وكلاشي افتح اللايفات في القناه الاولى وكلاشي وعاير وعاير الا كنتي راجل افتح القناه افتح اللايف في القناه الاولى ما ديرش روتين حق حتى ما عندك روتين ترى المحتوى ديالك هو ديال الناس على ناديه ولا على فهمتي اللي بان دير عليه محتوى انت راه لا باين عاد بقى لاصق في ناديه علاش لا تفوت على ناديه ما تدخلش ميمي تفوت على نادية ما تدخلش ميمي خوذها من الياقين انا خوذها من اخوتي الياقين يتفوت على نادية علال ما يدخلش ميمي ولو ديك 16000 16000 في الشهر ما يدخلهاش ولكن الا 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 ولا كيضرب في الله نادية غادي يدخل 6000 درهم 8000 درهم مليون ايه حيت الا ما هدرش ما هدرش على لا ما غادي يدخل حتى حاجه غادي تمشي لي ديك المليون و 8000 و 6000 درهم ايوا الا نسميك راجل علال احضر خرج في القناه الاولى وعاير عاير وسمي يلا عاير وسمي يلا والله يعطينا وجهك نشربو بيه شي جبيبينيه ديال الحريره ديال الحريره وتكون حامضه فهمتيني الناس كيمشيو لاوروبا كيصوروا فلوس كيخدموا على روسهم انت مقابل ليا اللايفات هذا دار هذه غدا دارت هذه دارت هذه وقابل صحاب المغرب قابل صحاب المغرب هذه دارت هذا دار هذا دار حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إخوان العزاز سمحونا الفيديو كان خفيف وظريف وتسناو الجديد واللي ما أبونيش يتأبونا ولا زراس أنا له الجديد راكم عارفين يوميا إلا غبيت ممكن نغب نهار
يوميا ولا نغب نهار صافي الجديد. ما عليكم الى لابوني والزراس، ما عليكم حتى الصباح. الى اللقاء في الفرصة القادمة.